مرحبا والله ما اسهل. شلونكم طيبين يا هلا باستغراميين؟ لا تنسون اذكار الصباح اللي ما قراها يقضيها، خاصة لا ينسى سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرش ومداد كلماته ثلاث مرات، وعسى تم الدعس الشيطان والدخول في ذمة الرحمن يوم صليت الفجر. بشر يزيد صلاة الفجر يا جماعة، تعطيك أمل في الحياة، تعطيك نفسية حلوة، تعطيك يا أخي تعطيك حيوية. واحد من الشباب الله يقول لي، يقول أحيانا تجي الساعة 8 وأنا صاحي ما صليت الفجر، الساعة 7 ما صليت الفجر، ومرة قلطت لي على الشباب الساعة 12 وزيادة ما صلوا العشاء. ها وينتي بالسعادة؟ وينتي بالأناسة؟ نشتكي من عين ولا من حسد ولا من مس؟ الجن كله بتجتمع في رأسك، وضيقة الصدر كلها بتجتمع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. أي والله هذا الضنك موجود، لو تقرأ أذكار الصباح والمساء، لو تجيب الشيخ زديس وشرايم يقرون عليك بيطلعون الجن اللي فيك. ما تصلي ما بطلعي إلا أن يشاء الله، لو طلعوا بيعودون. ها الصلة مع الله عز وجل منقطعة، شلون تضبط أمور؟ ولا هي بزينة نفسيتك؟ والله ما تزين يا شيخ، أنت قاطع مع ملك الملوك مع الله. وش تلموت أريد؟ أول مرة أشوف مثله هذا، وش وراء يبرق عليه لمن وراء؟ قولوا ما شاء الله تبارك الله، لا يجي شيء الحين، قولوا ما شاء الله. صلاة اتصال من الأرض إلى السماء مع الملك الملوك اللي غير مملوك عز وجل، تتصل به، فكلما اتصلت بالله حسنت حياتك وصلحت حياتك، وإن قطعتها انقطع عنك كل شيء جميل. كلنا ترى اللي العين العالم ذي اللي تترك الصلاة ترى عارف العقوبة، ما في جهل، يدري ان اللي ما يصلي تارك الصلاة من العهد الذي بينه وبينه من الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يدري انها من كبائر الذنوب، كما يعني عدى بعض العلم لم يكفر صاحبها، كل هالعادة تدري فيه، ويدري ان اللي ما يصلي ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني يدري ايش العذاب، يدري وش الحكم هو، لكن اللي ما يدري فيه انه السعادة في الدنيا والآخرة. يا الله صباح خير على الصياح، والله العظيم يا جماعة هي السعادة، هي الراحة، هي الوناسة في الدنيا قبل الآخرة. والله ثم والله، لأ منك صليت أي فرض ثم جلست لك في المسجد شوي، حتى لو أنك يعني ما تذكر ولا تسبح ولا تهلل، أو أنك جالس قبل الصلاة تنتظر الصلاة، أنت في صلاة يزيد ديننا، والله إنه في نعم، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة كما في الحديث. مجرد جلوسك هذا يا أخي نفسيتك تتغير يا شيخ، والله العظيم لو أنك داخل بالجبال الدنيا تطلع ولا في صدرك ما شاء الله تبارك الله، مركب مكيف صحراوي قوة حصان ونص. إذا زانت صلاتنا زانت حياتنا، خربت صلاتنا خربت حياتنا، بقدر خشوعك طمأنينتك راحتك في صلاتك ترتاح الدنيا. الله يسعدنا وياك ويجعل صلاتنا هي راحتنا وقرة عيننا. سبحان الله خير.